عايزة أتكلم عن كارثة حقيقية بتواجه كل الشعوب العربية، الشعوب الشرقية. الكارثة دي اللي هو الانفتاح اللي احنا بقينا فيه، السوشيال ميديا والموبايل والتاب اللي في إيد كل طفل صغير. الحاجات دي طبعا بتأثر على أطفالنا، وبرضو مش هتقدر تمنعه، مش هتقدر تمنع بنتك أو ابنك من استخدامهم. فهو لازم أول حاجة لازم إن يكون في تربية صح، والتربية الصح دي أهم حاجة. لازم تربيه على دينه، دينه المظبوط. لازم تربيه، لازم تقرب منه وتكون صديق ليه، سواء أنت الأب أو الأم لازم تبقوا أصدقاء. لأن لو فلت منك الموضوع دوت خلاص أنت كده هتفقد ابنك أو بنتك. لأن بالعربي كده لو أنا مطمن إن ابني قاعد في الأوضة، في اوضته مثلا او بنتي، بس معاها موبايلها، معاها العالم الخارجي، كل العالم حواليها، كل العالم، انا ما اعرفش هيتكلم مين ولا بتكلم مين ولا بتعرف مين ولا بترسم مين. هي قاعده، انا مطمنه ان هي قاعده في اوضتها جنبي، لكن احنا ما نعرفش هي بتكلم مين او هو بيكلم مين. فاهم حاجه ان انت تقرب من عيالك وتكون صديق ليهم، وتاني حاجه ان انت لازم تربيهم على التربيه الدينيه المظبوطه، وتالت حاجة إن لازم يكون برضو في رقابة من الأب والأم، حتى من غير ما العيل ده يعرف إن أنت بتراقبه أو بتبقى وراه، لازم يبقى في مراقبة من ناحيتك، ولازم يبقى في ثقة. ثقة الطفل أو الابن أو البنت لازم تكون عارفة إن واثقة إن مامتها أو باباها في أي أزمة هي ممكن تقع فيها بتيجي تحكي لهم. ديت أهم نقطة، لأن إحنا في زمن صعب، والا ما كناش شفنا اللي حصل. مثلا الجرائم الكتير اللي بتحصل، البنت اللي قتلت مامتها والابن اللي مش عارفه قتل باباه، حاجات كتير بتحصل. ودوت ناقصهم تربيه، ناقص ان الام او الاب يقربوا من ابنهم ويبقى صديق ليهم، والتوعيه والتربيه الدينيه المظبوطه اللي احنا اتربينا عليها. الجيل ده غلبان، لان احنا زمان ما كانش قدامنا غير احنا بنروح المدرسه، بنيجي على بيوتنا، لكن في بقى تلفزيون الاقمار الصناعيه المنتشره، ولا القنوات المتعدده، ولا الموبايل اللي في ايد كل طفل ولا اللي في ايد كل حد، وده بقى شيء اساسي. الجيل بتاع دلوقتي صعب صعب، مش هينفع ان احنا نعاقبه بضرب او بنمنع منه حاجه، لان انت لو منعت منه الحاجه ديت هو هيعملها من وراك، فاحسن صاحبه عشان تبقى جنبه.